بالتأكيد يعني أي حاجة فيها نجاح بيبقى أكيد فيها تعب قبليها أو في مجهود بيبذل يعني، وبيبقى عنصر التوفيق. ربنا سبحانه وتعالى كان موفقني بشكل كويس قوي كجهاز فني ومجلس إدارة ولجنة تخطيط ومشرف على الكورة ولعيبة، وقبلهم كلهم جماهير يعني بتشتغل وبتجتهد وبتحاول إن أنت تعمل حاجة كويسة وحاجة صح يعني، وفي الآخر عنصر التوفيق يعني بيبقى مهم جدا. الحقيقة يا جماعة يعني أنا الراجل ده أنا بحبه جدا جدا، بيتسو بحبه طبعا وبحبه جدا وكل حاجة، ولكن سيد عشرة 20 سنة تقريبا، يمكن أكتر من 20 سنة، أكتر كمان من 20. أنا أعرف إسلام من تقريبا من 92 92 يعني منتخب الكابتن سيد طباخ. فيعني أنا الراجل ده بحبه جدا جدا، بعيدا عن أي شيء، بعيدا عن أن هو لعيب كبير جدا الحقيقة يعني، بعيدا عن أن هو واحد من الإداريين الجامدين جدا جدا جدا، مديرين الكورة الحقيقة إذا كان بيتم وضعهم، مش عايز أتكلم في اللي فات، ولكن طبعا أسماء كبيرة جدا جدا كانت في هذا المكان ولفترة طويلة جدا داخل النادي الأهلي. أعتقد أن الكابتن سيد عبد الحفيظ اختلف مع جيل مختلف، اختلف مع جيل مختلف الحقيقة. فأنا الحقيقة مش عارف أقول إيه عن كابتن سيد، لأن سيد عبد الحفيظ بالنسبة لنا كلنا كأهلاوية، أنا دلوقتي بتكلم كمشجع، سيد عبد الحفيظ بالنسبة لنا كلنا الحقيقة حاجة مختلفة، ومشجع من النادي، من جوه النادي بيشتغل مدير كورة وشايف شغله كويس جدا، بيعمل كل حاجة كويس جدا، بيحاول ما بيغلطش، وفي نفس الوقت بيدافع عن النادي الأهلي، بيعمل كل حاجة كويسة. فأنا الحقيقة سعيد جدا 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 بوجود سيد، وأي حلقة أي حلقة في حياتي دايما بيبقى فيها معايا سيد عبد الحفيظ تبقى من الحلقات الحلوة. ما بالك بقى يعني سيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني موجودين، وعلى واحد خطاب كمان يا سيد عامل لنا اكل، وعامل لك انت كمان اكل كتير جدا يعني. فسعداء جدا بوجودك يا سيد، مش انا اللي هقدمك لان ده بيتك، وده يعني زي ما انا قلت احنا قاعدين قاعده مع جمهورنا، مع جمهور النادي الاهلي، بناكل معاهم بنشرب معاهم عشان نوريهم الجانب الاخر من مستر بيتسو موسيماني ومن سيد عبد الحفيظ اللي هم عارفينه، وسيد عبد الحفيظ بتاعنا اللي معانا في كل حاجه، اخونا صاحبنا اللي في الفرح موجود وفي اللي في الزعل موجود الحقيقه. فانا سعيد بيك جدا يا سيد الحقيقه، ويعني بجد من دايما الواحد بيبقى مبسوط لما بيشوف حد من زمايله بينجح في مكان، بيبقى مبسوط جدا جدا جدا.